دقيقة واحدة، دقيقة واحدة سيد أسامة، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة الرئيس، الطعن في حيادية اللجنة التشريعية هذا ظلم بين. رئيس اللجنة التشريعية كما يصفونه أن من ضمن الأغلبية ومن قيادات الأغلبية، تقدم بطلب رفع الحصانة عن طريق النائب العام في قضية على أحد الزملاء، بكل احترام خرج من اللجنة وحنا ناقشنا هذا الأمر، ما فينا واحد وافق على طلبه، ولا واحد من النواب اللي يتهمون بعدم الحيادية وافق على هذا الطلب. ثم أن هذا الطلب تعيين الزميل والزميلين الثقل العجمي دكتور ثقل والأستاذ محمد عبد القادر الجاسم نوقش في اللجنة، ما هو ذنبنا إذا كان الزميل ما حضر أو إنه ما كان موجود؟ أغلب الجلسات مع مطلق الاحترام لاجتماعاتنا ما كان يحضرها، لكن هذا الأمر نوقش في اللجنة وتداولنا فيه والكل كان موافق بالإجماع اللي موجودين.